إسرائيل تعرض على السنوار ممراً آمناً له ما بين قوسين ولمن يريد، مقابل إيه؟ مقابل المحتجزين المخطوفين أي ما كانت التسمية. وده بيطرح سؤال، هل إسرائيل بدأت التخطيط لإنهاء عملية غزة تماماً؟ اللي كمان وزير الدفاع قال إن الموضوع خلص عسكرياً، بس إحنا ما فهمناش يعني إيه كلمة خلص عسكرياً يعني، لكن هل دي مقدمة كي تتفرغ إسرائيل للجبهة الشمالية استعداداً بقى لمواجهة أشمل مع حزب الله؟ مرة أخرى معي في الاستوديو سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم الخبير العسكري والاستراتيجي، وهسأله مباشرة سيادة اللواء، هل من الممكن أن يكون في انسحاب استراتيجي من غزة علشان نركز أكتر مع حزب الله في الشمال؟ لدينا أحد الاحتمالين تحديدا. الاحتمال الأول تنفيذ الخطة التي أعلن عنها يوآف جالانت في 23 أكتوبر العام الماضي، أن للحرب اللي هي عملية السيوف الحديدية في اجتياح غزة ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، هنا أن تنسحب فيها القوات من غزة، وكانت مخططة يوم 7 يناير. يعني المفروض لما أعلن يوم 23 أكتوبر 7 يناير اللي فات، أيوة ده كلامه، ده كلامه معلن، أيوة ان كان اعلن يوم 23 اكتوبر نحن الان، يعني هو متاخر 8 شهور بالضبط نحن الان على وشك او في خضم المرحله الاولى، ما كانش الاجتياح تم لو تفتكر حضرتك، ما كانش لسه 27 28، وكان المفروض في ديسمبر في نوفمبر عفوا 13 نوفمبر ينتقل المرحله الثانيه. الفرق من المرحله الاولى والثانيه باختصار هي تفكيك البنيه العسكريه للفصائل الفلسطينيه، رجوع اكبر قدر من الاسرى، تدمير قدراتهم وامكانياتهم فوق الارض وتحت الارض في الانفاق. المرحله الثانيه استكمال. طب ممكن ست اللواء معلش قبل حضرتك ما تكمل اجابه السؤال، بس حضرتك يعني لفت نظرنا لحاجه مهمه، هل ده لانه جالانت والدفاع وزاره الدفاع والاستخبارات والكلام ده كانت معلوماتهم ناقصه، ولا انه حماس مفاجاه؟ السؤال كويس امانه. ليه بقى تفتكر حضرتك ان دايما اقول لك ايه؟ لدينا ابعاد حيويه للحرب، بعد القوه، بعد الوقت، بعد المعلومات، بعد صحيح الابعاد المختلفه، وبعد الارض. فكان ايه المشكله؟ لدى اسرائيل بعد القوه، لا شك لديها قوات كبيره للغايه وكثيفه. وكان دايما سؤال حضرتك والساده الزملاء، لماذا كل هذه القوات داخل وحول القطاع بحجم كبير؟ بعد الوقت كان ضيق للغايه، نريد ان ننهي العمليه باسرع ما يكون في 7 يناير طبقا للتخطيط. يعني من 27 اكتوبر قول اول نوفمبر ل 7 يناير معناها شهرين ونص تقريبا، صح كده؟ إذن بعد الوقت ليس معي، بعد المعلومات ناقص للغاية. كان عندي ثقة كبيرة مستخدما بعد القوة وما أمتلكه من معلومات سابقا أنني سأتغلب على بعد الأرض وبعد القوة للقوة المعادية. فكان سؤال حضرتك في محله تماما، لم يكن لديه المعلومات الكافية، ولا الدقيقة. يعني حتى التي كان يملكها التي هي غير كافية لم تكن دقيقة بالقدر، يعني الكافية. معلومات مش كفاية واللي موجود منها غير دقيق بالضبط. فانتهى بالحال أنه يعني ما بين قوسين دخل وحلة، وده يثبت أن سواء المستشارين الأمريكيين اللي كانوا موجودين في تل أبيب أو نصائح البنتاغون من داخل الولايات المتحدة أو القيادة المركزية الأمريكية في تنبا كان عندهم حق لما نصحوا ما تخش بهذه القوات، لن تفيدك في التغلب على الأبعاد الأخرى، لنحن نشك في المعلومات التي تملكها. ده حتى بريطانيا التي تتورط في موضوع المعلومات بشكل كبير للغاية كانت تتشكك في المعلومات التي يملكها التي بناء عليه بنى التخطيط بهذا الأسلوب. لما استكمل موضوع التخطيط 7 يناير، ما هي المرحلة الثالثة؟ تحويل القطاع من مصدر تهديد لما هو خارج القطاع إلى مكان آمن، أي خروج كافة القوات العسكرية. إذن كان المفروض من 7 يناير يتم خروج القوات العسكرية. كان بيحصل إيه؟ كل بقى شهرين ثلاثة يتم الناس تجدد المقيمة في فنادق المفروض تبقى في مستوطنات قريبة. في النهاية إذن أمام حلين، الحل الأول أنه لم ينجح في هذا التخطيط حتى الآن، وألا ينهي العمليات في طبعا درجة وتيرة أخف بكثير، في تفكيك لبعض القدرات، ولكن المقاومة شغالة. إذن الحل الأول أن يستمر في القتال في غزة كاتجاه هجوم سنوي، خلينا نسميها كده لأنها مصطلح مفروض ما يبقاش تكتيكي، والهجوم في اتجاه الشمال كما ينون كاتجاه هجوم رئيسي، أو التأكيد على انتهاء الحرب في غزة تماما والانتقال للمرحلة الثالثة فعليا بسحب كافة القوات من داخل غزة، ويكون كافة التركيز على اتجاه الشمال مع التعامل الأمني مع الضفة. تمام.
شكرا سيادة اللواء. هروح للقدس ومعانا الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، أهلا بك معنا. والحقيقة عندنا معلومة بتقول أن إسرائيل بتعرض على السنوار ممرا آمنا له ولمن يريد مقابل المحتجزين أو المخطوفين. دكتور مائير، أولا هل إحنا عندنا يعني مصدر ثقة يقول أن الكلام ده صحيح، يعني ينسب حقيقة لجهة ما في الدولة الإسرائيلية؟ ثانيا، هل ده معناه أنه من الممكن أنه إسرائيل تغير واحد من أهدافها وهو تفكيك حماس؟ هل خروج السنوار خارج غزة هو ومن معه ده يعني أنه تحقيق الهدف، ولا انحراف عن الهدف وهو تفكيك حماس؟ فضل دكتور مائير. شكرا لكم على الاستضافة أستاذ معتز، تحياتي لك وضيفك السيد اللواء ومشاهدي قناة المشهد في كل مكان. أولا، لا يوجد تعارض بين تفكيك حماس كمنظومة عسكرية إرهابية في قطاع غزة كنظام الحكم وكميليشيا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يكون هناك إمكانية لأن يكون هناك خروج لبعض العناصر القيادية داخل حماس. إسرائيل الرسمية لم تصرح بأي شيء، ولكن هناك تلميحات منذ البداية بهذا الموضوع. أولا، إذا نشاهد الوضع، أي خبير عسكري يقول لك أنه من الناحية العسكرية البحتة كان من الأفضل أنه العملية البرية تبدأ من محور فيلادلفيا، حيث تنفس أو الرئة لحماس، ولكن إسرائيل بدأت من الشمال وإلى الجنوب. هناك بعض المتفزلكة والمتفلسفة اللي يقول لك لأنه التخطيط للنزوح والقصري والطوعي وما شابه ذلك، وهذا أنا أؤكد هنا أنه لم أحد يفكر على الإطلاق بهذا المنطق. ربما أن يكون هناك إيواء مؤقت لبعض الأفراد لبعض المرضى، لكن لا أحد قال أن يكون، لكن صحيح أنه كان هناك تفكير أنه ربما أنه الأنفاق، وطبعا ليس فقط الأنفاق، الأنفاق وما فوق الأنفاق، تعرفون هناك فساد، ويسمح بأنه ربما قيادات حمسوية تريد أن بدل من أن تستسلم أن تنسحب إلى. طب هل دكتور مائير، هل الفكرة أنه إحنا يعني أو أن إسرائيل بهذا نقول تطلق يد قواتها المسلحة أو جيش الدفاع الإسرائيلي كي يهاجم حزب الله، يعني هل دي مقدمة لصفحة جديدة؟ لا اتفضل. لا علاقة بين هذا وذاك، المسألة الشمالية متعلقة بالظرف السياسي أكثر مما هي متعلقة بقدرات قتالية على أرض الواقع. هناك ضغوط دولية، هناك حد، لا أريد أن أقول حد أدنى، بل ربما حد أقصى من الإنغماس الأمريكي في أي مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وزيول إيران. حزب الله هو يختلف وضعه عن وضع حماس من حيث الضلوع الإيراني في تغذياته ووضعيته الإقليمية وأشياء كثيرة، بخلاف حماس الذي في منطقة محددة ومحاصرة منذ زمن. هل تعتقد أنه ثانية، لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بالمعنى اللي البعض ممكن يكون متصوره؟ إسرائيل باقية في محور فيلادلفيا لعشرات السنوات، لأنه النظر الرؤية الإسرائيلية ليست أنه العودة إلى محور فيلادلفيا فقط لأنه تحتها، لأنه فيلادلفيا هذه منطقة الانسحاب منها بشكل أحادي الجانب بالعام 2005، بخلاف ما هو كان متعارف عليه وفقا لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، وفقا لاتفاقية اتفاق المبادئ بالعام 93 مع منظمة التحرير، أو غزة وأريحة، اتفاق غزة وأريحة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكل هذا، إلغاء كل هذا من قبل حكومة شارون والذهاب نحو انسحاب أحادي الجانب كان شيء لم يكن عليه توافق على الإطلاق في إسرائيل، والكثيرون رأوا بأن هذا خطأ استراتيجي كبير، لأن السياسة الإسرائيلية التقليدية منذ الأزل هي أنه الكتل أو أنه في الضفة وقطاع غزة أيا كان حجم الحكم الزائد حتى إذا وصل إلى درجة دولة، ولكن الحدود بينها والدول الأخرى يكون تحت سيطرة إسرائيل، أي الحدود بين قطاع غزة ومصر أو الحدود بين الضفة الغربية والأردن. وبالتالي ما فعله شارون كان شيء أنا أعتقد أنه لن يتكرر مرة أخرى، وبالتالي دكتور مائير عندي سؤال. إن إحنا بقينا بنسمع عن حاجة اسمها محور ديفيد موازي لمحور فيلادلفيا
كأنه بتقول لو الأمور يعني وصلت لمرحلة أنه بقى في مشكلة حقيقية ما بين مصر وإسرائيل، طب خلاص خدوا أنتوا المحور بتاعكم الفيلادلفي وإحنا هيبقى عندنا محور تاني إحنا بقى نسيطر عليه اسمه محور ديفيد، هل في يعني شيء من المصداقية لهذا الكلام؟ لا إطلاقا. أولا منظور عسكري هذا ليس له أي معنى، هذا ليس له أي معنى، بل بالعكس إذا أنشئ محور بالتوازي مع المحور الأساسي الحدودي وبالتالي لن يكون محور حدودي، وسوف يكون من الأصعب السيطرة عليه ويعرضه لمخاطر أكبر، وبالتالي لا معنى لهذا. وكذلك من حيث المضمون لن يكون هناك معنى، لأنه المغزى هو أنه تكون الحدود مسيطر عليها من قبل إسرائيل، الحدود بين قطاع غزة والمجال السيادي للدولة المصرية كما هو متعارف عليه منذ البدايات، وكما هو كذلك الحال بالنسبة للضفة والأردن، كذلك الحدود مسيطرة عليها من قبل الجيش. طب ممكن أسألك سؤال تاني دكتور مهير؟ لا أعتقد أن ستكون هناك تراجع، ولا سيما بعد كل هذه التضحيات والمجازفات التي بفرض سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، هل نحن بهذا نقترب من الأمن أم نقترب من السلام؟ بعبارة أخرى هل إحنا كده بنأمن إسرائيل حتى لو الفلسطينيين بيعانوا وما عندهمش دولة وما عندهمش حكم ذاتي، ولا إحنا بنقرب من السلام مع الأمن بمعنى أمن إسرائيل وفي درجة من درجات الحكم الذاتي شبه الدولة، دولة منزوعة التسلح منزوعة السيادة للفلسطينيين؟ أولا الأمن هو شرط السلام، حتى عمليا أنت حينما الأوضاع الأمنية تستتب في إسرائيل الشعب الإسرائيلي بشكل تلقائي يصوت لأحزاب السلام، وحينما الأوضاع الأمنية تتدهور الشعب يجنح نحو التطرف في أنا حدثنا عن صندوق الاقتراع، وبالتالي هناك تلازم وتناغم بين الأمن والسلام. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هو أنه لا علاقة بما نحن نشهده اليوم ومسألة أن هناك طموحات سياسية لم تتحقق في السنوات الفائتة، لأنه من يحاول إشعال النيران في كل مكان ليس هو الذي معني بحال الدولتين. من الذي قام أبشع عمليات قامت بها حماس وأخواتها قبل طبعا 7 أكتوبر المذابح الكبرى لم يكن أثناء حكم نتنياهو، ولكن كان أثناء حكم حكومات العمل ولا سيما حكومة رابين، أثناء ما كانت إسرائيل تنسحب من مدن أصبحت مدن حكم ذاتي، مناطق ألف صرفة كانت قامت حماس وأخواتها بالدولفيناريوم وأسبرو وفندق نتانيا فندق بارك وكل هذه العمليات التي كان كل يوم هناك عملية انتحارية أو تفخيخ أو قنابل في أمام مدارس كل يوم أثناء ما كانت إسرائيل تنسحب، حتى أتى نتنياهو بالعام 96 توقفت هذه العمليات تماما. إذن نفس الشيء اليوم، من يدعم حماس ويغذي حماس إقليميا هي أطراف ليست معنية بحل الدولتين، وإنما هي معنية بأن تكون هناك حرب جهادية أبدية، وطبعا مصالح أخرى وأجندات إقليمية لا علاقة لها بالصراع القائم كما هو معلوم. وبالتالي أنا أقول أنه الأمن هو مفتاح السلام، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون أن يكون هناك أمن، سواء من المنظور الاستراتيجي أو حتى من عمليا على الأرض الواقع كما ذكرت. هل من الممكن الوصول لكمبروميز ما أو نقطة وسط ما أو حل وسط ما بين إسرائيل ومصر في والدولة وطبعا السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع محور فيلادلفيا؟ نعم، هو أنا لا أفهم سبب المشكلة، لأنه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية تحدث بشكل واضح في المادة الثانية أنه قطاع غزة بشكل واضح تماما، قطاع غزة وضع خاص أي أنه غير معني بالمنطقة دال، تعرفون هناك منطقة دال داخل الحدود الإسرائيلية المتأخمة للحدود مع مصر، هي منطقة لها وضع خاص التسلح. لا تستطيع إسرائيل إدخال أكثر من عدد محدد من، ولكن قطاع غزة مستثني من هذا الموضوع تماما. وبعد ذلك مرجعيات السلام مع الفلسطينيين أوسلو وما قبلها وما بعدها تماما على نفس المنوال، انه محور فيلادلفيا معبر رفح، بعض النقاط الاستراتيجيه داخل القطاع هي تحت سيطره اسرائيل حتى في المستقبل، والذي تحدث عن اتفاقيات اوسلو، في اتفاقيات اوسلو التي بالمناسبه لم تتحدث اطلاقا عن دوله، حتى رابين في اخر خطاب له بالكنيست قبل اغتياله قال بعبريه واضحه سوف نعطيهم اكثر من حكم ذاتي واقل من دوله،
ولكن حتى الذي تحدث عن دولة فيما بعد وهم فقط من اليمين بالمناسبة، شارون أو نتنياهو في خطاب باريلان أو حينما وافق على صفقة القرن للرئيس ترامب التي تتحدث عن دولة، الحديث على طول الخط هو عن دولة منزوعة السلاح وليست في كل المناطق المتنازع عليها. وبالتالي نعم هناك حلول كثيرة، ولكن وفقا للقانون، وفقا للقانون إسرائيل انسحبت بشكل أحادي الجانب العام 2005 من محور فيلادلفيا ومن القطاع، وبعد ذلك عادت إليه، وكان من الممكن أن تفكر في العودة إليه بالعام 2007 حينما سقطت السلطة الفلسطينية التي هي أحد أضلاع الاتفاق المعابر. وبالتالي منذ عام 2007 كان هناك حجة قانونية تسمح لإسرائيل بالعودة إلى محور فيلادلفيا. وبالمناسبة أنا قرأت مذكرات كوندوليتسا رايس وهي تتحدث بشكل واضح عن هذه النقطة، أنها تستغرب رغم دعمها لحكومة أولمرت آنذاك أنه كيف أنه ترك الأمور هكذا، وقطاع غزة سوف يصبح تسميها في كتابها بقعة رمادية، أي خارجة عن سيطرة أي سيادة، وسوف تشكل خطر على مصلحة إسرائيل ومصر على حد سواء، ويجب أن يكون هناك عمل عسكري. هي تتحدث كوندوليتسا رايس عن هذا الموضوع، وهذا ما حدث بالفعل، ولكن تأخرت إسرائيل ربما 17 سنة، لكن في نهاية المطاف كل الأمور تسير وفقا للاتفاقيات المبرمة وبالتالي وفقا للقانون الدولي، لأنه أهم ضلع في القانون الدولي هو الاتفاقية المعاهدات الدولية، أي اتفاقيات بين الدول، اتفاق بين دولتين أي معاهدة هو أقوى عنصر في القانون الدولي، هو أقوى من أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو أي معيار قانوني آخر. تمام، كل الشكر لحضرتك من القدس دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. ست اللواء عندي سؤال، هل ممكن أن مصر تقرأ الموضوع من منظور يقرب بين القراءة المصرية والقراءة الإسرائيلية، ولا مصر حسم القضية بأنه المعبر معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لإسرائيل؟ كل شيء وارد، ولكني يعني أتماشى أو أتقبل أكثر النقطة الثانية. لماذا؟ حتى في وقت ما قبل اتفاقية فيلادلفيا معبر رفح، معبر رفح كان الفكرة، معبر رفح فيه هنا مشكلتين، المشكلة الأولى من الذي يسيطر عليه، الأمر الثاني من الذي يمر فيه، هل هو ممر بالفعل ولا لا. يعني كان ما قبل اتفاقية فيلادلفيا كان السيطرة عليه الاتحاد الأوروبي، في تواجد أمني إسرائيلي موجود، وكان في ضابط اتصال إسرائيلي موجود مع واحد زي حالاتي مثلا، إنما كان يعبر منه الفلسطينيين، يخرجون منفذهم الرئيسي، كان ممكن طبعا يدخلوا من المعابر الأردنية، ولكن الأقرب كان دائما معبر رفح. حتى أسرة المرحوم ياسر عرفات كانوا يمرون من هذا المعبر، فهو معبر رئيسي ومقابله معبر مصري. المشكلة التي تتناغم أو تتصق مع تفكير في فيلادلفيا، كما قال حتى دكتور مئير لمح، قال يتواجد لعشرات السنوات، ماذا عن المعابر؟ هل كما هو مخطط أن يتحول معبر رفح إلى أن يغلق ويبقى معبر كرم أبو سالم، وكيف يكون الدور المصري هنا؟ فإذا أنا أعتقد هو تميل إلى الجانب الآخر، أن نعود إلى ما بعد 2007 أو ما بعد 2005 بمعنى أصح، وأن تكون السيطرة الفلسطينية في الأساس، وأن يكون المعبر بين الفلسطينيين والمصريين. ودكتور مهير قال كلمة قالها بنفسه، قال لك أن منطقة دال هي منطقة داخل الأراضي الإسرائيلية طبقا لما هو مسمى بالدولة الإسرائيلية، أما غزة فمستثناء إذا لأنها ملكية فلسطينية أيا كان ما يقودها، تتبع السلطة الفلسطينية. تمام، إذا نحن بانتظار يعني نقاشات ونقول معارك دبلوماسية لو كان التعبير ده قائم، يعني بين مصر وإسرائيل وأكيد أمريكا وأوروبا وأطراف كتيرة جدا هنبغي نتدخل، لأنه عدم استقرار العلاقات ما بين مصر وإسرائيل هيعمل مشاكل أكتر غير اللي موجودة دلوقتي.